صباح الخير من جديد. راح نبلش معكم بالفقرة الطبية، وموضوعنا لليوم موضوع كتير مهم وفيتامين مهم العديد من الأشخاص بيعانوا من نقصه، هو فيتامين د. راح نتحدث عنه، كيفية الحصول عليه، وكيف نقدر نحمي أجسامنا من النقص اللي ممكن يحصل بفيتامين د. راح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع المستشار الدكتور طارق خليفة، حامل شهادة البورد السويسري بأشعة أو السويدي بأشعة الدماغ والنخاع الشوكي والأشعة التداخلية. صباح الخير دكتور. صباح النور، كيف حالك؟ تمام، أهلا وسهلا فيك. يعني زي ما حكيت بداية، كثير من الأشخاص نسمعهم بيقولوا أنه إحنا في عنا نقص بفيتامين دال، فيعني شو هو هذا السبب؟ هل إشي هذا صحيح؟ يعني دائما الناس بيشكوا من موضوع نقص الفيتامينات، لكن فيتامين دال هو من أكثر الفيتامينات اللي بنسمع أنه الناس في عندهم نقص فيه، وبقولوا لك يمكن أحيانا بقولوا بدعة ولا موضة وشي. يعني لا، هي في نقص، عندنا نقص كتير بالفيتامين دال، بدنا نعرفها كحقيقة ثابتة هلأ. نعم. والفرق بين هلأ والماضي، ما كناش نعرف أشياء كتير، حتى إحنا الدكاترة يعني مش بكل إشي بنعرف، متبحرين بكل شيء. نو، الأبحاث عم بتزيد، الأبحاث عم بتصير رائعة. بعدين الترابط عبر النت وغيره، هلأ جامعة هون وجامعة هناك بيشتركوا مع سوا، ومنطلع ملاحظات هون ملاحظاتك بنجمعها، بالتالي صرنا نعرف أشياء كثيرة، مش بس بالفيتامين دال، أشياء كثيرة كانت مش واضحة كثير، هلأ إشي ثابت. نعم. إحنا كشعب هون، إحنا هون وبشعوب العالم كثير عندهم عندنا نقص شديد بالفيتامين دال إجمالا. هي واقع، هي مضبوطة، ما هيش موضة، مش صرعة وحكمها، هي هيك صحيح. ولأنه مهم كتير لازم ندير بالنا عليه، بدنا ما عرفنا هيك. نعم. رح نحكي عن أهمية فيتامين دال، ليش النقص بفيتامين دال بيؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية اللي ممكن تحصل للشخص. لكن إحنا دائما بنعرف وبنسمع الأطباء وكل المختصين بمجال الفيتامينات وغيره، يعني الأطباء المختصين بيقولوا عن فيتامين دال إنه أفضل مصدر للحصول على فيتامين دال هي عن طريق أشعة الشمس المباشرة. هلا إحنا بالأردن بأغلب فترات السنة في عنا الشمس، فليش ما نحصل على فيتامين دال، وليش ما بنتمتع بفيتامين دال بأجسامنا؟ بس كثير 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 مهم السؤال، لكل بحساب انه خلص احنا عندنا شمس كثير، صحتنا منيحه، عندنا فيتامين دال. احنا اكثر شعب بتغطى عن جد، اكثر شعب ما بنخرج، بعدين لانه شمسنا قد تكون احيانا حاميه ما بنطلع بالشمس. بعدين عندنا مشكله هلا، مثلا لو ناخذ النساء من شعبنا، أنا مش فاهم شو الحكاية، بدهم بيضة بيضة بيضة، المرأة تكون بريضة، السيد تكون بيضة كتير، شغلة طويلة هاي. يعني كنت في برنامج سابق كان معك حكينا هذه، خربوا علينا كمان أكثر وأكثر بعض الأغاني، مثل البنت بيضة بيضة بيضة، صار الكل بده واحدة بيضة، مع أنه البرونزي حلو، الجمال حلو، شو هذا؟ ما منتشمس ما منتشمس. بعدين مكوثنا في البيت كتير كتير أكثر من أول. يعني خرجنا عن الطبيعة، إذا خرجنا من البيت بنركب سيارة، بنروح على مكان العمل هو جوا. يعني مش فاهم إمتى بده يصير عندنا مجال ناخد أشعة، بحيث يصير عندنا فيتامين دال. طبعاً عارفين إنه زي ما بتقولي أشعة الشمس هو اسمه فيتامين الشمس، sunshine فيتامين. طب إذا بنتخبى من السانشاين، معناته منين نجيبه هالفيتامين هذا؟ من الأكل بيجينا بس مش كافي قليل. فإذا مشكلتنا هون إيش؟ عندنا شمس كتير ما بنتشمس، وقاعدين جوا البيت، قاعدين جوا السيارة إلى آخره، ما عم بيحصلنا شمس. إذا شو بنضطر نعمل هون؟ بما إنه حياتنا اختلفت، المودرن لايف بطلت، يعني غيرت حياتنا كتير إذا بدنا ولا ما بدنا، فبدنا ناخد زي ما قلت من قبليها سبليمنت، بدنا ناخد إشي من برا. طبعا بدنا ندير بالنا على الغذاء، بدنا ناخد الـ يعني أشياء الـ المأكولات اللي فيها فيتامين دال. لو قلنا البيض بصفاره فيه. بعدين اللي بضحكني دايما بكل المقالات واللي بكتبوها، مصدر كتير كويس السمك المدهن مثل السلمون، السمون اللي هو السلمون
طب ما هو هذا الكيلو 20 دينار، هذا كذا ناكل كذا طعم العيلة كلها هذه سمن، يعني هاي بتضحكني كثير. لكن بنروح للسردين، بنروح للشو اسمها التونة، التونة برضو منيحة كثير، هيك بنعوض. طب كافي يعني مثلا صفار البيض، التونة، السردين بكفي، والتشمس والشمس والشمس ويا ريت يكون كافي. إذا كان كافي كان به، أما إذا مش كافي بدنا نأخذ سبليمنت. طب كيف بدنا نعرف وين إحنا؟ كيف بدي أعرف إنه عندك كفاية أو ما عندك كفاية؟ كيف بدي أعرف؟ بدي أعمل أول مرة فحص، فحص الفيتامين دال ليفل، مستوى فيتامين دال. طب نعمله مرة، إذا شفته واطي كتير بعطيك دواء تقريبا لسنة 10 أسابيع كل أسبوع. وهون تيجي الرقم اللي بعض الناس بيحسبوا كتير، 50,000 50,000 يونيت كل شهر، شهريا حبة لمدة 10 أسابيع مشان نعمل شحنة قوية، بعدين برضو 50,000 لمدة 10 أشهر، هيك بيكون أخذنا كمية محترمة. طيب هلأ دكتور، يعني كل هالفوائد اللي انت عم تحكيها عم بتخلينا نكون يعني لازم يكون ما في عنا نقص بفيتامين دال، وعم نقول انه نسبة كبيرة للأسف من الأشخاص مصابين بنقص فيتامين مزبوط. دال، فهذا معناه انه احنا بدنا نتوعى أكثر بموضوع فيتامين دال، وكيف أحسن الطرق لحتى نحصل فيها على فيتامين دال. ذكرت طرق كتير عديدة، سواء من خلال الغذاء أو من خلال الشمس. إذا بنحكي أكثر عن الشمس، بما أنه هي يمكن أسهل طريقة لحتى نحصل فيها على فيتامين دال، شو هو أحسن وقت نقدر نحصل فيه على فيتامين دال؟ يعني بأوقات اليوم العادي. فعلا، لأنه فعلا إذا شمستي بأوقات غلط بتضر حالك. أنت عارف أنه أشعة الشمس مرتبطة بسرطان الجلد، إحنا بنحكي لما تاخدي كتير ساعات طويلة. إحنا إجمالا بنقول الشمس المايلة، مايلة مايلة في الصباح هي شمس مايلة، وفي المساء في المغرب هي شمس مايلة، صح؟ إذا الشمس المايلة هاي ضررها أقل، يعني مش مخيفة. وقديش بدنا؟ بدناش كتير، يعني قلنا 10-15 دقيقة الصباح بيكون منيح، ولا المغرب That's it. ومو شرط كل يوم كل يوم، بس بنرجع للقاعدة الأساسية، كل ما زدنا الوقت بتكون عندنا فيتامين دي أكثر، وكل ما عرضنا جلدنا أكثر مساحة أكبر بتكون عندنا فيتامين دي أكثر. إذا مربوطة هي زمنا ومساحة. نعم. وهون برجع بقول يعني بنصح خواتنا المحجبات قليل بدخلهم، وين بتوصل؟ كيف بتدخل لهم الشمس من وراء الملابس؟ ما بزبط. وإذا في زجاج من وراء الإنسان زجاج. مثلا يعني أنا لما أكون تحت أشعة الشمس وأكون لابسة بحس إنه أنا عم بنحرق مثلا، ما بدخل علي فيتامين دال إذا أنا كنت لابسة؟ ما بدخل فيتامين دال، بس بدخل لك الحرارة، يعني حرارة. الشمس بتحرق ثياب، تسخن الرداء وبصير عندك حرارة، تشعري بالحرارة، بس يسنط فيتامين دال. هذا ما عم بتفعلي اللي اسمه تحت الجلد، بيكون اسمه برو فيتامين دال، بتحول بفعل الشمس لفيتامين دال. من وراء ملابس نو، من وراء الزجاج برضو نو. واقي الشمس، إذن واقي الشمس لما نكون حاطين واقي الشمس بنحصل على فيتامين كمان دال. هذا بيقلل حسب الدرجات، في منه درجات عالية كثير بتقلل، هذا بتقلل. نعم. فهنا بنحط واقي الشمس، خلينا نقول هيك زي ما حكينا، إذا شمس الصباح المايلة، شمس المغرب مش قوية، نعم، يعني بتحتاجي أقل واقي شمس، صح؟ صح. وبيدخل لك أكثر أشعة شمس، نحكي على الألترا فيوليت هلا، وبتكون عندك فيتامين دال. نعم. أما إذا بتحطي بعرفش أرقامهم، في أرقام 6 و7 قاض، هذا توتال بلوكج، يعني بيسكروا تماما هيك، فمش رح نستفيد كتير. طيب دكتور هلا مثلا للاشخاص اللي ما عندهم نقص بفيتامين دال وهم قله قليله، بنقدر نحكي اذا بنحكي على مستوى الاردن، لانه ما عم نتعرض كثير لاشعه الشمس، ما عندنا هالوعي الكافي باهميه فيتامين دال، اللي ما عندهم نقص بفيتامين دال، هل يفضل عشان يقوا انفسهم من الاصابه بنقص فيتامين دال انهم ياخذوا مكملات غذائيه مثلا بنسبه قليله؟ بالنسبة لكل بتعتمد، عشان هيك بقول انت قلتي ما عندهم، وكيف عرفوا انه ما عندهم؟ اذا بتطلبي منهم الفحص، صح؟ صح. يعملوا فحص وانس، يعملوا فحص مشان نشوف وينهم. اذا وجدنا وضعهم منيح ساعتها الكمية بتقل، نعطيهم مثلا ياخذوا سبليمنت بكميات اقل على طول مثلا. نعم. احد الامثلة، ما هو بيعتمد قديش الكمية. لكن بما انه الغالبية عندها نقص، الغالبية يعني الساحقة عندهم ناقص، ياخذوا، أنا بقول هيك ياخذوا 50,000، أنا ما عندي ناقص بالفيتامين دال، ما عندي هشاشة، ما عندي ضعف عظام، التوازن لسه موجود،
لا أخي بس عمالي باخذ 50,000 باخذ 50,000 كل أول شهر شهريا مرة واحدة باخذ حبة كافي حبة وخلص بتكفي لشهر كامل. نعم. إيش منيحة. هو بالك يعني يمكن خوفي من الخرف المبكر يمكن. لا بعيد الشرح. لا بس لا إنه لا لأنه فوائده اللي حكينا عليها. كثيرة. كثيرة كثيرة. طب دكتور كل الفئات العمرية يعني حتى مثلا إذا بدنا نحكي الأطفال معرضين لنقص فيتامين دال؟ البعض منهم في عنده نقص بالفيتامين دال للأسف أيوة. يعني أنت بتفضل مثلا عم بتقول إنه نفحص مرة فيتامين دال عشان نشوف إيش وضعنا ومن بعدها منتابع. بأي عمر مثلا؟ يعني مثلا ممكن الأهل ما بخطر على بالهم إنه يعملوا فيتامين دال. هون ندخل لمرحلة إذا أطفال بيجي دكتور الأطفال. نعم. هون نعطي للمختص يشوف. إذا هو عمل فحص وعرف أو شاف أعراض نقص فيتامين دال هو بيعطي وبيعطوا كميات كبيرة. نعم. يعني مثلا طراوت العظام وليونة العظام الواحد يصير يجرم أوسة ولا شيء هنا بيشوفوا من أولها وبيعطوا كميات منيحة حتى بالأطفال بدون مش خايفين عليهم. نعم. كمان بيعطوا بكميات منيحة ومرضي عنها كثير. إذن تحصل بعدة مراحل كل الفئة. بلاش عندك هون مثلا كمان احنا ما حكينا عليه مثلا التدخين بنقص كتير فيتامين دال بفعلوش كان بيخلينا ما نفعله كتير. نعم. هلا تصوري بيت الام والاب بدخنوا والمسكين الولد ما اختار امه ولا اختار ابوه غصب عنه اجى منهم. طب هذا معرض للدخان احنا نعرف انه الدخان برضو بنقص كمية الفيتامين دال. نعم. إذن شو بيصير فيه هذا إذا بيكون عنده نقص بالفيتامين دال الله يساعده مش بس الفيتامين دال والحساسية ويمكن تتحول لربو إلى آخر إلى آخره هذا كقسم من جواب على سؤالك. صغار كمان صغار كمان في ظروف معينة ولأسباب طبية كتيرة بس هون المجال بيصير واسع كتير نحكي فيه. دكتور الأطفال يعني شاطر بهالشغلة وبيقوم بيها بمنع مضاعفات نقص فيتامين دال إذا وجد إنه هالطفل عنده. نعم. طب وإحنا بما إنه كمان عم نحكي على الأطفال دكتور يعني سؤالي الأخير بنوجه هون كمان نصيحة يمكن للستات الحوامل إنهم ضرورة فحص فيتامين دال لحتى ما يأثر نقصه على الجنين صحيح؟ هو بيأثر برضو هو بياخد كل شيء من أمه. كل شيء من أمه. آه. يعني ضرورة فحص فيتامين دال. لا هذا منخلي طبعا إذا إذا هي بتدخن وهي حامل. اسم سميها بنقدر نقول مجرمة؟ مجرمة طبعا والله العظيم هذا اعتداء صارخ يعني صح. يعني إذا بتشوفي قديش في أطفال هذول يعني نسبة الأطفال اللي عندهم حساسية وانت عارفة الحساسية يمكن تتحول لربو صح والربو الله يخرب بيته هذا مرات بيموت ما انت عارفي. طب إذا بتعرفي قديش إيه فعلا إيه بتدخن وهي بطنها هيك لا والأبشع من هيك هنهم بخلفوا كتير ما شاء الله ما شاء الله فبتلاقي حامل البيبي وبطنها منفوخ يعني قصدي حبلة وحامل البيبي وبتحكي مع صاحبته والسيجارة بتمها الله يساعد هذا اللي أكلها وهذا اللي أكلها انت ما بتشوفي هيك شفات صح. أنا بشوفها ما في وعي كافي مش معقول هذا إجرام هذا طبعاً. يعني اعتداء صارخ على الأطفال بهذا الموضوع. طيب ختاما أنا بدي أشكرك المعلومات اللي أضفت لنا إياها اليوم هي معلومات جديدة دكتور ومفيدة مش كل جديد بس يعني شكرا كثير لك لا يمكن بموضوع الأبحاث وإيش عم تتوصل الأبحاث والطب الحديث بموضوع فيتامين دال وفوائده إلى حد ما كنا نعرف عنه يعني لهالمدى الكبير أتمنى فوائد أن توصل هالمعلومة زيادة شوي يعني. طيب ختاما أنا دكتور دي أتشكرك المستشار الدكتور طارق خليفة حامل شهادة البورد السويدي بأشعة الدماغ والنخاع الشوكي والأشعة التداخلية شكرا لك ويعطيك العافية أهلا وسهلا فيك شكرا لك.